under it. Okay ba? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لحضرة من أسر أحد العالمين وشافع للمذنبين سيد الأنبياء والمرسلين وأسر الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وموالاه واتبع هداه واتبع هجرته واتبع ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا الى يوم الدين والى سيدتنا خديجه الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدنا ابو بكر الزهراء البتول وابنهما الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذرياتهما وسيدنا الحسين المختار الحسن وسيدنا حمزه العباس وسيدنا عمر بن عباس وسيدنا جعفر بن ابي طالب وسيدنا حكيم بن ابي طالب وسيدنا ام هاني وامهما سيدة فاطمه بنت ياسر وجميع نبيه رسول الله وازواجه وذريته وسادته الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه اجمعين وكل نبي وولي وصبي وحبيب وقريب اللهم اعلي درجاتهم في الجنه واحشرنا بزمرتهم وافعنا ببركاتهم اسرارهم انوارهم علومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والاخره الفاتحه Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Toran lah.
Toron sampean. نوينا أن نأتي بخطبة النكاح مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأبائنا الصالحون عند تزويج أبنائهم في مثل هذا المجلس الشريف. الله يصلح نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأعمالنا في أعمالهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المكان المبارك ونهني لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسترته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا محترما أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره فلكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت فعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وشرِّ وكرِّم وعظِم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد إن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى في آية أخرى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فكما أن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه فاعلموا بأن الله تعالى حرم السفاح وأوعد بالعذاب الأليم عليه. فقال تعالى في تحريمه والنهي عنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى في الأمر بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. النكاح سنة الأنبياء والمرسلين وشعار الأولياء والصالحين وحلة العلماء المتقين وفطرة الله في الخلق أجمعين. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأقول وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله مخاطبا شباب أمته: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا عبد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخي ومشايخكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. قولوا جميعا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وموالاه واتبع هداه واتبع عترته واقتداه.
Ya Agus Helmi bin Zubairi, usika wa nafsi wa al-hadirin al-jami' bitaqwa Allah wa mahabbatan di Rasulillah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai saudara Agus Helmi bin Zubairi, tengkulah wasiat yang sampaian kong lakong dan pribadi tengkulah bersetul dan sehat dan tepat alat itu kami ini dengan bisa dikata kita kuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala benengnya sangat mungkin ya, sampian dilaksanakan pernikahan habini raji keng ngering lampai pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah rasul ini keng terom tadi lain keng terom mempunga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga setuju saya nyaksain tempat kali itu keng polana acara kadin tu, majlis kadin tu, nak bungana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kadin tu, makin salah seton. Diriskan banyak anak tangga pangkui, ningkat yakin takwa kepada Allah SWT lagi. Ya Agus Helmi bin Zubairi, uzawiduka ala ma'amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Agus Helmi bin Zubairi, zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka ummal karimah bintil had syamsuri mauliyata abiha muwakili fi tazwijiha wa inkahiha minka bimahar 200,000 rupiah amlat Indonesia. Qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkuri wa raditu bihi. Barakallahu fi barakallahu wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair wa afiyah. اللهم اجعل هذا العقد مبارك والقران سعيد واجعل في قلوبهم الخير والبركه واليمنى والسعاده الابديه وبارك لهما واجمع شملهما وادم الالفه بينهما وارزقهما الارزاق الحسيه والمعنويه كل ذلك مشحوبا باللطف والعافيه التامه والصحه الكامله والذريه الطيبه المباركه بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما وبحق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بالبر والتمام بكل سر محمول والى حضره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر اسرار الفاتحه بسم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام يا نبي سلام عليك.
الحمد لله رب العالمين الذي رضيت مباركا في على كل حال الحمد يا رب العالمين كافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم انا نسالك بحق المراجعات المعظمه وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معد كل خير يا أرحم الراحمين بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى اللهم تبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بالقبول تمام كل صلاة وقول يا حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة مالك يوم الدين